سامي يحتفل بخروج باكورة إنتاجه إلى السوق بعد نجاحه في ابتكار خلطة من الدهن البيولوجي المستجيب للشروط الصحية العالمية، مكنته من الحصول على درع التميز الدولي من إحدى أكبر الهيئات العالمية للتنمية والاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية. شوية بشوية قعدنا نبحث، فما إشكاليات تجينا في مواد الدهن، فما إشكاليات تجينا في الابليكاسيون، في طريقة التطبيق متاعها. دونك وانا مغروم بالاختراعات والابتكارات، بشوية بشوية قعدت نبحث وقعدت نجرب لين توصلنا كيفاش طريقة الصنع متاع المواد هذية، وعملنا فورميلاسيون سبيسيال بينا احنا. مجال صناعي لا علاقة له بتكوينه الجامعي في الرياضة، لكنه وضع به حدا لفترة من البحث عن موطئ قدم في الدورة الاقتصادية، وقد ورد في الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية السند العلمي ضمن سياستها في التشجيع على تصنيع الاختراعات وتأطير جيل رائد. احنا الدور متاعنا كان في كل ما هو بحث علمي، حاولنا انه نعملوا ليزاناليز ونشرفوا على ليزاناليز نتاع لي برودوي هذوما بالتنسيق بطبيعه الحال مع الهيئه العالميه للاختراع والتنميه والاستثمار بالولايات المتحده الامريكيه. احنا في حاجه كبيره لكل الاطراف، سواء من الدوله سواء من هياكل سواء حتى من رجال الاعمال، انه يساندوا المبادره هذه، وانه تكون عندنا سنتر نتاع موديليزاسيون في مدينه صفاقس، لان مركز نمذجه في مدينة صفاقس، لأنه الحقيقة صفاقس معناتها تسخر بالطاقات الشابة. سامي نجح خلال 5 أشهر فقط في إقناع السوق المحلية، وهو يعول على تقارير المخابر الوطنية والدولية التي تؤكد بيولوجية إنتاجه لاقتحام الأسواق الخارجية.